منظره بعد ما خلص، ما شاء الله كفتة جميلة، كل صبع كده لزلز وحلو. ودي الكفتة اللي هي الكفتة البيضة، وده الخس. نسمة بتوريها لكم اهي، وهنا دوت كنافة صوابع محشية كريمة، وهنا اهو، وهنا دوت جبنة للي عايز، وهنا عصير. وأذان المغرب بدنا اهو، واحنا رايحين نفطر. ويا رب يا رب يعجبكم ونعجبكم، ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، وكل عام وانتم بخير وبصحة وبسلامة يا رب. ونسمة بتقول لكم اعملوا لايك واشتراك في القناة. بالصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نسومة بتعيد عليكم وبتقول لكم بمناسبة رمضان ايه كل سنة. سنة وانتم طيبين. اللي وريتها لكم دي من شوية يا جماعة كانت عجينة كبيبة، كانت في الفريزر، طلعناها يعني دول التوأم يعني. طلعناها من الفريزر وسبناها تفك من التلج، حلو. وبططناها وعملناها صوابع اهي، هنقليها ان شاء الله وهنعملها بطماطم. فهي كانت حته كانت في الفريزر، فاكرين ايام تفريزات رمضان وكده. احنا عملنا كبيبه مع بعض قبل كده والكفته، بس احنا في رمضان بصوا السنه دي بصوا بصوا اهوت اول مره نعملها. بصوا اي ورحمة الله وبركاته. بصوا ودي برضو زيها هي. الفيديو ده نسمة هي اللي بتقدمه لكم. يلا اللي بيحب نسمة يعمل لها لايك واشتراك في القناة. وتفعلوا سر الجرس. مع السلامة. هنقليها ونرجع لكم تاني. شوفوا المنظر ما شاء الله، كل سنة وانتم طيبين. هنا التومة هي في الزيت حتى ما تاخد لون، ونحط عليها بقى الطماطم والملح والفلفل والكمون، ونسيبهم يتسبكوا خالص. بعد كده نحط ان شاء الله الكفتة. طريقة سهلة وبسيطة، ويا رب تعجبكم الطريقة، وكل عام وانتم بخير وبصحة وبسلامة. هنا ده الطماطم اهو، هنا ملح في الكمون، نسيبهم كده يسبكوا خالص. بعد كده ايه عليهم الكفتة اللي احنا حمرناها. اما هنا في مية، هنا في دي في مية على النار اهي، هنسقط فيها الكفتة الطرية. ده افطرنا بقى النهارده ان شاء الله.
منظره بعد ما خلص. ما شاء الله الكفتة جميلة، كل صبع كده لزلز وحلو. ودي الكفتة اللي هي الكفتة البيضة، وده الخاص. نسمة بتوريها لكم اهي. وهنا وهنا دوت كنافة، كنافة صوابع محشية، محشية كريمة. وهنا اهو، وهنا دوت جبنة للي عايز، وهنا عصير. وأذان المغرب بدنا اهو، واحنا رايحين نفطر. ويا رب يا رب يعجبكم ونعجبكم. ما تنسوش تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة، وكل عام وانتم بخير وبصحة وبسلامة يا رب. ونسمة بتقول لكم اعملوا لايك واشتراك في القناة. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم.